ايوه بالظبط هي دي. خش بقى واطلع الدور الاول. لا انا معاك. بالظبط. هي الشقه بقى اللي في وش السلم. اقفل بقى عشان افتح لك. ألف مبروك يا مدير. مبروك علينا. تعالى. حلوة شقتك يا عثمان. مش بطالة. يا ترى ناوي تطول هنا ولا إيه؟ كسر. يا ريت. والله بص على حسب الظروف. بس كلتا الحالتين مش هطول. لازم افضل بتحرك. انت فاهم؟ انا عاوزك انت تحكي لي بقى. امسك. احساسك ايه بقى يا مدير وانت مدير؟ حاسس ان انا اخدت جزء من حقي يا عثمان. واللي حصل ده كان لازم يحصل من 25 سنة. تعرف انا لو كنت اتجوزت إلهام زمان زي ما كنت راسم كل حاجه كانت هتبقى معايا. كنا بنستلطف بعض جدا، الحياه كانت لطيفه بينا، لحد ما فجاه ظهر اللي اسمه راجي وخطفها مني. ايوه بس انت برضو ما تقدرش تنكر ان حياتك مش وحشه، يعني متجوز ست شيك، عندك ولاد، حياتك مستقره. مش هو ده اللي انا كنت عاوزه. أنا كنت عايز إلهام، عايز الشركة. الهدف ده عمره ما غاب عن عينيا يا عثمان ولا لحظة واحدة، بس صبرت لحد ما ظهرت الفرصة. هي ظهرت متأخر صحيح، بس في الآخر ظهرت. ازيك؟ تمام. اقعدي اتفضلي. وحشتيني. شكرا. هطلب لك شاي؟ لا مش عايزه. لا مش هينفع. شاي. لقيت مهرجان الفيلم؟ بطلت ادور خلاص، مبقتش قادر. ما ينفعش اللي انت بتقوله ده، مستقبلك ملوش علاقه باي حاجه بتحصل على فكره. انت لسه زعلانه مني؟ هو في حاجه اتغيرت عشان ما ازعلش؟ مروان انا جيت النهارده بس عشان اطمن عليك. خالته قالت لي على موضوع علي. متزعلش يا مروان، وحاول تبص لنص الكوبايه المليان. يعني نص كوبايه مليان ايه يا ليلى؟ ده واحد نصاب دخل علينا البيت وضحك علينا كلنا. بص انا مش هدافع عنه، بس هتكلم عن اللي شفته منه. اللي انت بتقول عليه نصاب ده كان بيحبك بجد، وكان بيخاف عليك زي ما تكون اخوه فعلا. انا شفت الكلام ده بعينيا، وسمعت منك عن الخناقه اللي دافع فيها عنك، فاكر؟ ليلى انت عايزه تقولي ايه؟ ميرسي. اديله فرصه تانيه يا مروان. اديله فرصه تانيه ازاي؟ يعني رجعه البيت وعامله على انه اخويا وانا عارف انه مش اخويا؟ لا بس ما تظلموش وما تخسروش. ماشي موافق، بس بشرط. شرط ايه؟ انت كمان ما تظلمنيش وما تخسرنيش يا ليلى. ليلى انا من ساعه ما سبتيني وانا مش عارف ابقى مبسوط. أنا والله العظيم بحبك. اللي بيحصل ده ما ينفعش يا مروان، ما كانش المفروض اجي، انا اسفه. بس بقول لك ايه يا هشام، ما تقدرش تنكر انك ما كنتش هتعرف توصل لاي حاجه من دي من غير مساعدتي. ما انا ياما ساعدتك يا عثمان. مين اللي جاب لك الاخبار والمعلومات اللي وصلتك لإلهام؟ مش أنا؟ ده صحيح يا أخي. أنا مستعد أدفع نص عمري وأشوف وش راجي وهو بيتفرج على صوري أنا والمدام. ياه، أنا كنت مستعد أدفع عمري كله علشان أقضي ليلة زي اللي أنت قضيتها جنب إلهام. إيه؟ بتضحك ليه؟ يعني حاسس كده إن في حد بيغير. أنا غيران؟ أنا بحسدك يا عبيط. للدرجة دي؟ مش شايف إنك بتبالغ شوية؟ هو إيه ده اللي ببالغ؟ لعلمك إلهام لسه مزة زي ما كانت وإحنا صغيرين. عندها رقة وشياكة كده ما تلاقيهمش في ستات كتير. بصراحة هي لسه عجباني أوي لحد دلوقتي. بص، أنا ما أقدرش أنكر إني اتشدت لها شوية. بس مراتي الله يرحمها هي الست الوحيده اللي قاعده جوه قلبي لحد ما راجل كلب جه وحرمني منها. بس اوعدك اني هدفعه الثمن. هو دفع خلاص يا عثمان، وبالزياده كمان. انا شايف ان كده كفايه بصراحه. كفايه كفايه دي ممكن تبقى بالنسبه لك انت، انما بالنسبه لي انا لسه فاضل وقت طويل لحد ما اوصل اللي انا عايزه. ومين قالك ان انا اكتفيت؟ انت عارف محمود ممكن يطيرني في اي لحظه، لكن لو اتجوزت الهام وفزت بيها كده اقدر اقول لك ان الوضع بقى تحت السيطره بجد. عموما انا اللي عليا عملته وبوظت لك علاقتهم ببعض تماما. الدور الباقي بقى عليك انت، الجار اللذيذ الحنين اللي المفروض يخش كده يطمن على جارته ويواسيها، يواسي الست اللي اتخدعت بجوزها. الموضوع مش بالبساطه دي يا عثمان. راجي مش هيسيب الهام بسهوله يا عم. مش بمزاجه، إلهام استحالة ترجع له مهما حصل. ما تقول لي يا عثمان، أنت عايز إيه تاني من راجي بالظبط؟ عايز إيه؟ ابني هشام، ابني لازم يعرف الحقيقة، لازم يعرف إن أبوه اتظلم. بس أنا قلقان لفريد وراجي يوصلوا لك، وشايف ان الاحسن انك تختفي شويه او تسافر في اي حته بعيده. ما تقلقش. على فكره يا هشام، انت مش ملزم انك تكمل معايا الموضوع ده. اعتبر اتفاقنا خلص هنا ومهمتك انتهت. وحتى لو وصلوا لي انا مش هجيب سيرتك في حاجه. على فكره أنا مش هنسى لك وقفتك معايا أول ما خرجت من السجن. تشيرز. في إيه؟ طلب إننا نساعده، لقينا له شغلانة كويسة في بلد عربي. إيه المشكلة؟ المشكلة إن أنا مش لاقية سبب للسفر يا بابا. إحنا ممكن نلاقي له شغلانة هنا في مصر. بصراحة بقى أنا قصدت إني أبعده علشان نقفل الصفحة دي خالص. وتبعده ليه بس؟ الولد غلط فعلا، بس عنده عذره، لكن اللي غلط أكتر هو راجي، هو اللي عمل التمثيلية دي علينا. حسن لازم يبعد عنك يا إلهام، وجوده جنبك هيخليكي دايما متعلقة بيه. ما هو أنا بصراحة يا بابا لسه متعلقة بيه، أعمل إيه؟ وبعدين ما تنساش حضرتك إنه عاش معايا شهور على إنه ابني. ابنك ده ايه؟ انت مالكيش غير مروان ولينا. اللي ما تعرفيهوش بقى انه حاطط عينه من لينا. لينا؟ ايوه. انا ملاحظ الحكايه دي من فتره. وجوده دلوقتي بقى خطر، خصوصا بعد الحواجز ما اتشالت. وهي لينا بتحبه؟ ما اعرفش. طبعا ما سالتهاش في الموضوع ده. بس بعد ما فسخت خطوبتها من مالك انا فكرت ان جايز يكون ده له علاقه بحسن. علشان كده يا إلهام الأحسن ليه وليكم إنه يسافر. قولي لي أنت شفتي راجي إمتى؟ عدى عليا من فترة في الجمعية. ما قالكيش ناوي يعمل إيه في موضوع الطلاق؟ لسه مش عايز يطلق. آه طبعًا بيتلكك علشان موضوع الهدية بتاعت الراجلية اللي بعتها لك ده. هو قال لك كده؟ للأسف. وما كنتش لوحدي، بنتك كانت موجودة. بس بصراحة يا إلهام أنت غلطت إنك تقبلي هدية من واحد ما تعرفيهوش. يا بابا ما قبلتش حاجة. حضرتك يوم ما شفته، يوم ما جالي البيت جاب لي الهدية معايا، تاني يوم بعتها له، راح مرجعها لي تاني. طب هو ما قلتليش ليه ساعتها؟ سكوتك ده هو اللي خلاها تمادى. عندك حق، أنا غلطت، بس ما كنتش متخيلة إن الموضوع هيوصل لغاية كده. على العموم حصل خير. المهم بقى انك تنهي اي شغل معاه، مفهوم؟ اطمن، بيتهيألي بعد اللي حصل مش هيوريني وشه تاني. سليم سليم، انا سمعت ان النهارده قريت فتحتك على واحده زميلتك في الجامعه. مبروك. انت بتراقبني؟ انا عاوز بس اطمن عليك يا ابني. انت ليه ما قلتليش؟ أنا سبق وقلت لك 100 مرة إن أنا مش عايز أشوفك تاني ومش عايز أي حاجة تربطني بيك. ليه كده بس يا ابني؟ هقول لك ليه. علشان أنت تهرني. أنت سوابق. وبصراحة بقى أنا قايل لأهل خطيبتي إنك ميت من زمان. تعرف إنك صعبان عليا؟ مش عارف أنت مصر ليه تهين نفسك كده. إنساني إنساني زي ما نسيتك بالظبط. محيتك من حياتي. بصراحة أنا كنت عايزة أرجع الشركة عشان حضرتك، بس أنا حابة أوي شغلي في المجلة، فمش عايزة أهد اللي أنا عملته. هقول إيه؟ ربنا يوفقك يا بنتي، بس لازم تعرفي إن مكانك موجود في الشركة، في أي وقت تحبي تيجي أهلا بيكي. أنا عارفة. ادخلي. أنا بجد عايزة أشكر حضرتك على كل حاجة عملتها معايا. ده أنا اللي عايزة أشكرك يا بنتي. مبروك يا مستر هشام. الله يبارك فيك يا دالية، ميرسي. طب أنا هستأذن. مع السلامة حبيبتي. كده نبقى محتاجين نعين حد في الاتش ار. تمام يا عمي، انا هبعت لشركه الريكروتمنت عشان ترشح لنا حد يكون كويس ويكون عنده خبره كويسه. اتفضل يا عم. ايه ده؟ دي التقارير والتحاليل الطبيه اللي بتثبت ان كلام العمال كان صح، ان هم فعلا جالهم امراض سرطانيه بسبب المواد الكيماويه اللي اتعرضوا لها في المصنع يعني. للأسف لما لقيت التقارير دي كانت بالفعل متقطعة. واضح طبعا إن الراجل كان عايز يتخلص منهم. أنا بجد مش قادر أصدق. أنا فعلا مصدوم فيه يا عمي. أنا عايز أعرف كل المخالفات اللي عملها راجي وقت ما كان ماسك الشركة. أكيد. أنا بالفعل صفرت مالك بدالي علشان يجيب لنا كل المعلومات اللي محتاجينها عن الشركة اللي كنا بنستورد منها. وفي نفس الوقت يعرف ايه نوعية الكيماويات اللي سببت للعمال كل الامراض دي. بس انا عايزك تاخد بالك من مالك، انا ما عادش بثق فيه خصوصا بعد لينا ما سابته. ما تقلقش يا عمي، انا بعرف اتعامل مع النوعية بتاعت مالك دي كويس. انا بس كنت بستأذن حضرتك يعني، انا بقترح ان احنا لازم نعالج العمال. يعني انا قعدت معاهم وتاكدت ان راجي وعدهم ان الشركه هتتكفل بكافه المصاريف بتاعت علاجهم وما نفذش اي حاجه من الوعود دي. الظاهر ده انا كان عندي حق لما عينتك بدل راجي في الشركه. اتمنى يا عمي ان انا اكون عند حسن ظنك. ازاي عرفتوا ان هو مش علي؟ هو اعترف لنا. مش قادره اتخيل. طب ومامتك واخوك عاملين ايه؟ كل واحد فينا بيحاول يرجع للنورمال لايف بتاعته، بس اشك اننا هنقدر. احنا بقينا نتجمع على السفره صدفه. فاهمه. في حاجه اتكسرت جوانا. متخيله طبعا. وحسن ده بقى راح فين؟ بلغتوا عنه؟ لا. لا ازاي يعني؟ ده واحد منتهى الشخصيه، مش شخصيته ومزور، يعني مكانه السجن. الحكايه مش زي ما انت فاهمه، هو اضطر يعمل كده. اضطر؟ اضطر ازاي يعني؟ مش فاهمه. ظروفه كانت صعبه قوي يا داليا. يا حبيبتي ظروف ايه اللي تخلي واحد ينصب على العيله كلها ويقول لهم ان هو ابنهم؟ هو حكى لنا واحنا اقتنعنا وقررنا ما نبلغش. ده اكيد بقى عنده قدره غير عاديه على الاقناع عشان يقنعكم كلكم كده ان انتوا تعدوا الموضوع ولا كأن حصل حاجه. بقول لك يا داليا، هو انت لسه معجبه بيه؟ يعني حتى لو الموضوع كان فيه شويه، بس بعد اللي انت قلتيه ده الموضوع بالنسبه لي اتقفل تماما. طيب كويس، انا كنت قلقانه قوي لا تكوني لسه معجبه بيه. وانتي كنت قلقانه عشان خايفه على مصلحتي ولا كنت قلقانه عشان في حاجه تانية؟ عشان خايفه على مصلحتك طبعا. هو اصلا جه اتكلم معايا وقال لي ان هو بيحبني. نعم، وانتي قلتي له ايه؟ ما قلتلوش حاجه. مش معقول يا لينا، انتي بتفكري في ايه؟ وليه لا؟ ما انتي كنتي هترتبطي بيه يا داليا، ولا هو بقى عشان كان من عيلتنا؟ لا يا حبيبتي، انا كان ممكن ارتبط بيه حتى لو ما كانش من عيلتكم، انا كنت شايفاه راجل ومحترم. والموضوع اختلف تماما بعد اللي انت قلتيه دلوقتي. لينا، هو انت بتحبيه؟ لا طبعا، ايه الكلام ده؟ انت متاكده؟ ايوه طبعا يا داليا، ما تخلينيش اندم بقى اني حكيت لك. خلاص خلاص، انا ما اقصدش اضايقك، انا بجد خايفه عليكي. أنا لازم أمشي بقى دلوقتي ونبقى نكمل كلامنا في وقت تاني. ليه يا غلسة؟ خليكي قاعدة معايا شوية. والله من الصبح في الشارع ولازم ألحق بابا وماما أقعد معاهم شوية بس قبل ما أنام. طب داليا. إيه؟ الكلام اللي قلتولك ده بيني وبينك. أكيد، متقلقيش. يلا، عايز حاجة؟ باي باي. باي. أنت إيه اللي رجعك بدري؟ مروان خرج معايا ساعة واحدة وقرر يكمل خروجه لوحده. طب نايس، ما تسيبيه يخرج لوحده. هو ايه اللي نايس ما تسيبيه يخرج لوحده؟ وفيها ايه يعني لما اخرج معاه؟ ايه يا أروى؟ هو انت لسه بتتعاملي مع مروان على انكم متصاحبين؟ خلاص مروان بقى جوزك، بقى ليك انت بس، يعني هتفضلوا عايشين في وش بعض على طول. سيبيله بقى السبيس بتاعته عشان ما يزهقش. ايوه بس انا خايفة يرجع يكلم اللي اسمها ليلى دي تاني او يتعرف على اي بنت جديدة. لا، هو انت مقررة تفضلي عايشة في القلق ده ومعيشهوني معاكي؟ ما تفرحي بقى بالإنجاز اللي انت عملتيه ده، انت قدرتي تضحكي على مروان. مامي ممكن تساعديني؟ أروى بليز عشان خاطري ساعديه في الحكاية دي، أنا بجد بعدت عن الحاجات دي خالص، مش فاكرة بتتعمل ازاي. اطلع على أوضتك وأنا هاجي وراك. طيب كلمي طنط إلهام عشان الفرح. مش دلوقتي خالص، اصبري شوية لغاية ما الظروف عندهم تتحسن. طب وفريدي ما اتحسنتش، هفضل انا مستنيه كده؟ يا أروى على زنك، خليكي معايا بقى في الموضوع ده. ايه رأيك في لون العربية دي؟ بذمتك مش الشامبين هيبقى تحفة معايا؟ هو هيجيب لك العربية؟ لا، يجيب لي انا السكوتر الأول. لا اوعي تقولي كده قدامه، لما يجيب لي العربية الأول. مش هتخلص بقى اللي ايه يا عم؟ انت دايما بتيجي في وقتك بجد. انت كويس؟ انا تمام جدا. وبتحتفل بايه بقى المره دي ان شاء الله؟ بحتفل باخويا. اخوك؟ هو ايه، اتجوز كمان؟ لا، عدى مرحله الجواز بحبه حلوين يعني. برافو، طلع نصاب. نصاب؟ يا عم ايه اللي انت بتقوله ده؟ طب ونصب على مين؟ صعب عليا انا شخصيا بجد. لا ده الموضوع كبير. بقولك ايه؟ شطات ها؟ احكي لي بقى. طب تحب اجيب لك من الاول الموضوع كده ولا اجيب لك من الاخر بقى؟ بسرعة. خلاص بقى يا راجي، اقفل صفحة علي الدياب دي خالص، انت مش محتاج لهم في حاجة دلوقتي. انا ما تعودتش استسلم بالسهولة دي، مش معقولة كل اللي بنيته في السنين اللي فاتت دي يضيع في لحظة كده. الشركة وبيتي وولادي، تصوري دول ما بيكلمونيش تقريبا. اكيد إلهام مقسياهم، ربنا يعلم بتقول عليك ايه من وراك. بس معلش، هي فترة مؤقتة وكله هيعدي وهيبقى أحسن من الأول. أنت طول عمرك أب مفيش منك، وعلاقتك بولادك قوية جدا، خصوصا لينا. بعد لينا وزعلها ده أكتر حاجة مأثرة فيا. معلش، ولادك كبار وبكرة يفهموا ويقدروا اللي حصل. هو أنت صحيح ناوي تطلق إلهام إمتى؟ لسه ما قررتش. خيانتها دي مش هتعدي بالسهل، لازم تتعاقب. لا ده انت كده بتعاقبني انا بقى. انت عايز ايه اكتر من ان انا معاكي؟ انت معايا هنا بجسمك، لكن عقلك هناك في الفيلا معاها. انت ايه اللي حصل لك؟ ما عدتيش بتحسي بيها ليه زي الاول؟ لا بتسمعيني ولا بتقدري الظروف اللي بمر بيها. وبعدين من امتى انت بتحط نفسك في مقارنه مع الهام؟ هو انت عايزني افضل ادي من غير ما اخد اي حاجه؟ مستكتر عليا يعني اني عايزاك ليا لوحدي؟ حتى بعد ما عرفت ان انا الوحيده اللي في الدنيا دي مخلصه ليك وباقي عليك يا راجي. ايوه يا لينا، ايوه حبيبتي، وحشتيني. يعني ايه مش لاقيينه؟ سالته عنده اصحابه؟ طب خلاص خلاص انا جاي حالا. في ايه؟ مش لاقيين مروان. طب ان شاء الله خير، ابقى طمني عليه. حاضر حبيبتي. ازيك يا رامز؟ استاذ علي عامل ايه؟ الحمد لله انا زي الفل. ابوك عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله، هو بس صحته في النازل اليومين دول. الف سلامه عليه. بص هم دول اللي عرفت اتصرف فيهم. استاذ علي انا بس كنت متعشم يعني ان ابوك يبقى بيساعدني في مصاريف المستشفى. والله العظيم يا رامز ابويا مش فاضي الايام دي، مسحف هي انا معلش. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ ممكن تيجي معايا؟ في ايه؟ مشوار مهم، لما تيجي معايا هتفهم. ماشي. ايوه فريد، وصلت لأي حاجة طمني. طب لو عرفت أي حاجة بكلمني. ها يا روحي، ايه الاخبار؟ مساء الخير يا جماعه. مساء النور. ايه لسه مفيش اخبار؟ جمال بيدور عليه. ان شاء الله نطمن عليه يا عمي ويطلع مفيش حاجه باذن الله. انا لو ابني جراله حاجه انا هموت. بعد الشر عليه، ما تقوليش كده، ان شاء الله يرجع بالف سلامه. ده مروان. الو، بقولك ايه يا راجي؟ قولي بقى احساسك ايه وانت بتخسر للمره التانيه؟ ابني فين؟ ابنك كويس، ما تقلقش عليه، بس انت لو عاوز تشوفه تاني تقوم تجيلي دلوقتي حالا. ايوه، ومش محتاج اقولك طبعا انك تيجي لوحدك. ها يعني بلاش تجيب لي فريد بقى وتجيب بوليس وحاجات زي كده، مش هيحصل له كويس. هيروح يقابل اخوه. تسمع صوته. عايز تسمع صوتك؟ ده انت قديم قوي على فكرة. تسمع صوته ايه؟ ثق في كلامي، ابنك لغاية دلوقتي كويس. انت بس بسرعة تعالى عشان انا خلقي ضيق وممكن فجأة اتخنق واخلص عليه. بسرعة، انا هبعت لك اللوكيشن دلوقتي، تجيلي على طول. سلام. هاي يا راجي، ايه اللي حصل؟ طمنا، في ايه؟ بابي هو مروان كويس؟ طمنا يا راجي، قال لك ايه؟ مروان كان مخطوف وفريد لقاه، وهو الحمد لله دلوقتي كويس. ومين اللي كان خاطفه؟ فريد لقاه فين؟ معرفش يا جماعه، معرفش. لما اوصل لحاجه هطمنكم. ما اتصلوش بيا غير لما اتصل بيكم. ما تتكلموش في الموضوع مع حد، اي حد، حتى كمال. عايزين نطمن على الولد الاول. راجي هاجي معاك؟ لا خليك، فريد قال لي ما تجيبش حد معاك عشان سلامة مروان. طب يا جماعه انا همشي وراه عشان اطمن عليه، ولو عرفت اي حاجه هطمنكم، ما تقلقوش. اقعدي يا الهام، الحمد لله انه كويس. اقعدي اقعدي. ادخل. بابا انا معايا ضيف. اتفضلوا يا ابني. اتفضل. حب اعرفك على ابويا يا استاذ علي، الريس عدلي. ازي حضرتك يا ريس عدلي؟ الف سلامه على حضرتك. متشكر. استاذ علي يا بابا يبقى ابن راجي بيه. ابويا كان يعرف ابوك عز المعرفه، كان واحد من عمال الشركه بتاعتكم وجاله المرض الوحش وهو شغال هناك. لا حول ولا قوه الا بالله. الف سلامه عليك يا عم الحاج. بس الفكره يا استاذ علي ان هو ما جالوش قضاء وقدر، جات له اصابه عمل. يعني مش فاهم حاجه. انا بس حبيت اجيبك تشوف حالنا وعشان تبقى عارف كويس انا كنت بعمل ايه ساعه لما دخلت عليه وانا جنب الخزنه. انت مش كنت جاي تسرق فلوس عشان تعالج بيها ابوك؟ لا. ليه؟ كنت بدور على ورق عشان اثبت ان ابوك هو السبب في رقدة ابويا. بس اطمن، ابوك تمام. انا بقى ابويا اللي بيموت قدام عيني ومش عارف اعمل له اي حاجه. كفايه يا رامز. طب انا مش عارف ايه اللي ممكن يبقى في ايدي اعمله، يعني انا مش عارف ممكن اعمل ايه بصراحه. انا اسف يا جماعه والله. ألف سلامة على حضرتك. قصت مني أي حاجة رمز بقولي. ليه كده يا رامز؟ هو إيه اللي ليه يا بابا؟ ما هو عشان يشوف العذاب اللي إحنا بنتعذبه كل يوم. أديني جبت لك ابنه الكبير أهو عشان يعرف كويس جدا أبوه كان بيعمل إيه في الناس. مروان 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 مروان. مش عايزك تقلق، بابي زمانه جاي. هقول لك على حاجه، انت صعبان عليا قوي والله، صعبان عليا من اللي انا بعمله فيك. انت مالكش دعوه خالص، وعشان صعبان عليا انا عاوز اقول لك على سر محدش يعرفه. بص يا معلم، فاكر اليوم اللي قلت لك اني انا مصاحب واحده ست متجوزه؟ فاكر؟ ايوه، انت اتخضيت وبصيت لي بنفس الوش ده يا ابن اللذينه. انا بقى النهارده هقول لك هي مين. تخيل. استنى 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 استنى. بص 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 بص. مامي مامي مامي. اسد ياض، اسد خلي عندنا شويه دم كده بدل ما ابوك ما عندوش اي نوع من انواع الدم. اقعد. الست ما عملتش حاجه، هي دوب جات لي على البيت بس. ايوه جات لي على البيت وقضينا ليله حلوه قوي مع بعض. بس انا عاوز اقول لك على حاجه، انا مش عاوزك تبقى متضايق من مامتك خالص، ملهاش اي دعوه. هي إلهام ست شريفه، موزه قوي قوي بس شريفه. عارف بقى مين سبب كل اللي احنا فيه ده؟ انا وانت وإلهام وحتى اخوك علي، الله يرحمه. فاكره اخوك علي برضه؟ عارف ده ذنب مين؟ ذنب راجي. راجي الكلب، باباك اللي بوظ لي حياتي ودلوقتي بيبوظ لكم حياتكم انتوا كمان. ايه رايك بقى؟ يستاهل ولا ما يستاهلش اللي بيحصل لكم ده؟ ها؟ عايز ايه؟ مش كفايه قتلت ابني زمان؟ انا اللي قتلته، انا اللي قتلته. ما تصدقوش، مش انا. بقول لك ايه، انا عايز منك حاجه واحده بس، انك تعترف قدام الكاميرا دي وقدام ابنك على كل اللي انت عملته، عشان يعرف قد ايه انت شخص قذر. هعترف بايه واقول ايه؟ انت مجنون. اه مجنون، اه مجنون. هو انت سبت فيا عقل؟ ما تقول له اني مجنون، ما تقول له اني مجنون. قول له. بقول لك ايه، زمان انا طلبت من المساعد بتاعي انه يقتل علي، صح؟ المره دي بقى انا اللي هنفذ، هنفذ قدامك. اكيد هيبقى لذ بكتير اني اشوف وشك وانت بتشوف ابنك وهو بيتقتل. ها؟ هتقول؟ حاضر هقول. برضه هشام ما بيردش. عثمان بدأت من حوالي أكتر من 20 سنة. كان في بيننا شراكة من الباطن في عمليات استيراد. في الفترة دي كنت متردد على بيته وتعرفت على مراته. اتكلم يا راجي، اتكلم وقول عملت ايه. حصل بيني وبينها علاقة. بعد كده اكتشف عثمان العلاقة دي وانا واجهتها فانهارت. سابت البيت وراحت سقت العربية بتاعتها وهي في الحالة اللي النفسية الوحشة دي وعملت حادثة وماتت بسببك. أنا ماليش ذنب في موتها، وده اللي أنت مش قادر تصدقه ولا عايز تفهمه. بعد كده أنت هددتني إنك تقول لي إلهام والمحمود، فقررت إنك تحبسني، مش كده؟ كمل. أيوه، اتفقت مع فريد أن يحط مخدرات في الشحنة اللي بنستوردها باسم عثمان، وبلغت عنه. كده إلهام شافت الفيديو. أنا بقالي فوق ال20 سنة مستني اللحظة دي. الفيديو ده يا سليم دليل براءتي، عشان تبقى عارف إن أبوك راجل شريف ومظلوم وما عملش أي حاجة من الحاجات اللي حصلت دي. خلاص، مش عملت اللي انت عايزه، سيب مروان بقى ملوش ذنب. الموضوع مش بالسهولة دي على فكرة خالص. ابنك لازم يعرف انك انت اللي كنت السبب في قتل علي. ايوه، لا انت اللي قتلت علي، انت اللي كنت السبب، انت اللي اشتريت نفسك وبعت ابنك. على فكرة أنا كنت بعتلك مع المساعد بتاعي وقلتلك تعالى طلعني من القضية، وكنت هرجعهولك، بس أنت اشتريت نفسك وبعت ابنك، وما كانش قدامي غير إني أطلب منهم إنه يقتلوه، وبعتلك السلسلة عشان بس قلبك يتحرق. ما تصدقوش يا مروان، هو اللي قتل علي. ابعد، بقولك ابعد.